سلام حبيباتي، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وتكونوا كامل اون بون سونتي، صحه فطوركم وصحه رمضانكم. اللي ما شافوش ديجا فيديوهاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد كما العاده. اليوم رجعت باش نشارككم يعني نهاري روتيني في رمضان. راح نشارككم تاني واش طيبت، كلكو ديسير كلكو بلا اللي درتهم البارح. بزاف منكم قالوا لي علاه ما ديريناش فيديو شاك جور كيما لي زوتر يوتيوبرز راهم يديروا، والله غير جوغي بيان ايمي لو كان هكا ندير لكم فيديو شاك جور. بصح راني مع الخدمه ما نلحقش، جوغ ما يبقاش عندي وقت باش نفيلمي لكم وندير لكم المونتاج ونحطها لكم في لو ميم جوغ، الوغ كو انا نخدم على الوحده حتى ال 11 تاع الليل. سي با فريمون حاجه اللي فاسيل افير، على بيها يعني غير كي يكون شويه عندي وقت ندير لكم فيديو. هذه هي على بالكم قبل رمضان كنت نفيلم لكم يعني هكا في لا جورني تو، بصح ما نديرش المونتاج في لو ميم جور، يعني نخليها هكا نهار ولا يومين باش ندير المونتاج ونحطها لكم يعني ترانكيلمون. بصح دوكا في رمضان يعني هكا وليت ندير مونتاج في لو ميم جور، يعني ديك نكمل نفيلمي كاع الحاله ايتو نفطروا وندير لا فيسيلي تو، غير كي نكمل شغالاتي نقعد ندير لكم مونتاج ديريكتومون هكا. خطرات نكمل لا فيديو في الليل وخطرات تبقى لي حتى الصباح، يعني كلكو روتوش هكا نزيدهم لا مينياتور ولا لا ميوزيك نحطها ايتو وانت لي شارجيها ونحطها لكم. يعني دوكا اكطوالمون في رمضان وليت نبوستي لكم ما بين 12 وهكا 12 وحده الزوج تاع يعني الساعه تاع الجزائر، باسكو رانا فايتينكم بساعه، يعني هذا هو التوقيت الجديد تاع لي فيديو تاعي. فوالا دونك نتوما ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتاكتيفيو لا كلوش، باسكو راهم جايين بزاف فيديوهات عن قريب ان شاء الله، وهكا باش شاك فوا نحط فيديو تخرج عندكم اون نوتيفيكاسيون وتتفرجوها. وهذا ما كان حبيباتي، ما نكثرش عليكم بزاف الهضره، نخليكم تتفرجوا الفيديو وان شاء الله راح ينال اعجابكم. دونك حبيباتي من نهار اللي بدا رمضان كيما قلت لكم ولا عندي روتين جديد، دونك وليت هكا نوض على الجوه 8 ونص 9 خطرات 10 با بلوس، يعني ما تديباسيش 10. اول حاجه نحب نديرها نجي ندير لكم قلوب ونريبوندي على لي كومونتير نتاعكم، باسكو في الليل ما نكون عيانه ما نخدمش بزاف بالتليفون. ومن بعد نوض نروح ندير شويه شغالات هكا، جينيرالمون نخلي الدار نقيه، يعني كل شيء يتنقى في الليل، ميم لا هكا لافيسيل نتاعي نحطها في لو لافيسيل ايتو. وكي نوض الصباح نلقى يعني كل حاجه في بلاصتها، سا دون انفي دو كويزيني هكا باش تكون لا جورني تاعكم خفيفه ماشي شارجي. وانا نحب نبدا نطيب بكري، دوكا راح تشوفوا معايا يعني في كل ايطاب راح نحط لكم الساعه باش تفهموا عليا لو بروغرام نتاعي وقته نبدا نطيب. دونك اليوم حبيباتي حبيت ندير كسره، دونك شوفوا حبيت نقول لكم بلي هذه نديرها ريغولييرمون، يعني ماشي حاجه اللي نديرها في شحال. موالفه نطيب الكسره بصح جامي حطيتها لكم في يوتيوب، جو مي سو روندو كونط بلي جامي حطيت لكم كسره في يوتيوب، بورتون يعني حاجه تاعنا وحاجه ناكلوها بريسك كل يوم. بصح على بالكم ما نحبش باسكو حبيت نشري هذيك ما عرفش مي با اسمها، على بالكم وين نحطو هكا السميدي تو تكون هكا شويه لارج. اشاك فوا نروح لفرنسا نقول نجيبها نجيبها نجيبها، بصح ما يبقاش عندي بلاصه في لي فاليز. بصح هاد الخطره ان شاء الله راني رايحه ونجيب وحده كبيره ندير فيها الكسكس والكاع هادوما الحوايج. دونك هنايا درت شويه سميد، درت شويه ملح وشويه خميره الخبز، حطيت عليهم شويه ما يكون دافي، ومن بعد زدت الزيت وهكا حركتهم كاع شويه حتى ذابت هذيك الخميره، وبعد جمعتو بالماء. يعني حاجه سهله ماهله، على بالي بلي كامل تعرفوا ديروا الكسره، وعلى بالي بلي كاين بزاف اللي ما يديروهش، بصح لا ماجوريتي على بالهم شنو هي ولا ماجوريتي يديروهم.
فوالا حبيباتي، دونك انايا درت زوج صغار بزاف، يعني هذا هو قياسنا. وما عنديش طاجين وين ندير هاد الكسره، باسكو اصلا عندي دي بلاك شوفونت كيما راكم تشوفوا، ما عنديش دي بلاك واحد اخرين، دونك نطيبهم في مقله. على بالكم يخرجوش صغار، ماما تقول لي كي تشوفهم هكا تقول لي انت راكي تلعبي بيت بيوت. دونك فوالا الكسره تاعي راهي واجده. دوكا راح ندير ديسير، دونك ديسير تاع اليوم بزاف بزاف بنين. وهنايا كيما راكم تشوفوا جبت اون كاسرول وحطيت فيها كاس حليب، زوج كيسان يا هما نقتلكم كريس كاردياك ديريكت، زوج مغارف كبار ونص سكر، ومغرفه ونص مايزينا، وزوج مغارف كبار السميد. يعني هاد الوصفه بزاف بنينه كيما قلت لكم، اسمها مهلبيه ولا كيك شوز كوم سا ليسونسييل، حبيت نسيها ودرتها. هنايا شعلت عليها باسكو كنت خلطت يعني بارد في بارد، دوكا نشعلها على نار هاديه حتى وين تولي على هاد القوام اللي راكم تشوفوا فيه. ومن بعد انايا يعني من عندي زدت كبوات تاع فلون كاراميل، باسكو على بالكم حسيت باللي غلبت عليها هذاك لوغو تاع المايزينا وانا ما يعجبنيش بزاف، دونك زدت تاني سكر فاني كي خلاص طفيت على الخليط هذا. ودوكا نحطهم في هاد لي غامكان ونخليهم يعني يتجمدوا شويه. على بالكم حبيباتي والله انا وليت نخاف نطيب بالماكله تاعنا، تالمو هاد الايامات ما عرفش واحد السلبيه اللي راهي تدور في يوتيوب انكرويابل. يعني نجيو نديرو شربه يقولوا لك شربه جبتيها من عند ام وليد. كي شغل في حياتنا ما درنا شربه، تجي ديري حاجه واحده اخرى كيف كيف. دونك اغيتي سيل فو بلي، والله غير ما كايناش من هاد الحكايه، سي ابيوزي. دونك هنايا جيت ندير هاد حطيت الماء يكون دافي، ومن بعد حطيت هاد الساشي يعني هذاك لو جيلي هذاك اللي يحطوه من الفوق، ويعني خليته هكا يغلي زوج خطرات ونحيته، حطيته في هذا الكاس حتى يبرد، ومن بعد نجي نحطو على لي غامكان هادوما كطبقه ثانيه. كيما قلت لكم حبيباتي يعني سان في با دير انايا دوكا في نهاري جي ديسيدي ندير شربه وبوراك وعسبان، وتشوفوا وحده درتهم البارح وحطتهم في يوتيوب، انا تانيك حبيت نفيلمي وحطيتها تقولوا لي راكي عندي فيها. لا لا حبيباتي والله ساس في با، والله ساس في با، ما نقدرش انا نجيب لكم حاجه ما جامي شفتوها، هادي ما كايناش منها. دونك كيما قلت لكم ها هو هاي الكسره تاعي واجده اغرم، الله الله شحال نحبو. وهنايا دوكا جيت نوجد الكباب، الكباب ديما نديرو في رمضان ديما، باسكو عبدو هو اللي يحبو بزاف، انا صراحه ما يعجبنيش بزاف بزاف، بصح انا حاجه ناكلها بصح ماشي حاجه اللي كوش بريفير بزاف، بصح كي عاد عبدو يحبها وطلبها اليوم على راسي نديرها. دونك هنايا عندي بطاطا كيما راكم تشوفوا وجدتها، وديريكتومون نقي من مورايا، باسكو على بالكم كي ناكل نولي كي شغل دبزه هكا، كي شغل واحد اللي عطاني دبزه وقعت ما نقدرش نتحرك. سي تري تري غار وين يعني ندير شغل بعد الفطور. دونك هنايا كيف كيف راح نستخدم الطاجين هذا، دونك حطيت شويه زبده وحطيت لي مورسو دو بول، لي مورسو دو بولي حتى وين يتقلاو تري تري بيان. ومن بعد جيت زدت بصله وكسبر، على بالي بلي حطوا معدنوس، بصح كيما قلت لكم انايا معدنوس ولا كسبر قال واحد، وما نحبش بزاف بزاف المعدنوس، يعني جو بريفير الكسبر، دونك حطيت الكسبر. وكيف كيف يعني نخليهم يتقلاو تري تري بيان حتى وين تشوفوا هاد البصله راه يطلق الماء نتاعو. ودوكا نجي نحط لي زيبيس اللي هما فلفل كحل ملح، وانا حطيت نص عود قرفه غسلته وحطيته، هادو هما لي زيبيس اللي نحطهم انايا للكباب. ومن بعد يعني كنت حابه ندير واسمو الجامبو، بصح تفكرت بلي حطيت بزاف ملح، على بالي بلي اذا زدت الجامبو هذاك راح تخرج لي كاتاستروف، دونك ما حطيتش، يعني قليتهم شويه تانيك. وزدت دوكا نحط الحمص، وهذا ما كان يعني كل ايتاب لازم نقلوها شويه. ونزيد نحط الماء، ودوكا نخليهم شويه تانيك على نار تكون هاديه، يعني ماشي نار على طاجين هادئ.
وهذا مكان قليت البطاطا هذيك وزدت حطيتها وخلاص. تاني كنزيد الكزبرة حقا نسيت هكا من الفوق. وهذا هو لو بلا تاعنا اليوم، يعني حاجه سهله ماهله بصح دالي بزاف وقت. هذا الطاجين يروح غير بالعقل، ماشي كيما نطيب في لي مغميت نتاعي. وخلاص حبيباتي هذا هو عشانا اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، يعني طاوله متواضعه وبسيطه وشابه، يعني لا سيمبليسيتي. الكباب خرج بزاف بنين، الكسره يعني كيما العاده، والشربه ثانيه خرجت لي بنينه. باسكو على بالكم كنت درت شربه وحكمت لي يومين وبعد خلاص كملتها، واليوم زدت منها. ودوكا حبيت نوري لكم هذا الديسير بعد ما خليته واحد 5 سوايع في الفريجيدير ايتو، وخلاص هذاك من الفوق يعني ولا ما حكم هكا القوام نتاعو تري تري بيان. انا من الاول كي شفت لا تيكستور نتاعو وهكا دو طون زون طون طلع عليه، قلت هذا ما راحش كاع يتجمد، يعني يقعد لي هكذا. بصح كي خليته كيما قلت لكم لمده 4 5 سوايع ولا خرج لي كيما كنت حبيته. وعلى بالكم شحال بنين هاد لو ديسير، بزاف هايل. ومن بعد يعني هكا درنا سهره خفيفه برك، يعني ما جي با بريباري غران شوز، باسكو لو كان في كل السهره تاع رمضان ندير كاع هاد لي سكري يا يما. دونك كيما قلت لكم غير حاجه خفيفه هكا، ودرنا ان فيلم ايتو. وهذا ما كان حبيباتي، هذا هو فيديو تاعنا اليوم، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا عندي في القناه وتخلوا لي رايكم في لي كومونتير، وديروا لايك للفيديو اذا عجبكم. تهلاو في رواحكم ونتلاقاو في فيديو جديد عن قريب ان شاء الله. نحبكم بزاف، وباي باي. صح سحوركم.